السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل. قدرت عضو مجلس النواب زيتون الدليمي اليوم الثلاثاء سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي في ظل غير المسبوق لأسعار النفط عالميا. وقالت الدليمي في تصريح أن سعر النفط غير مستقر بطبيعته، ولكن مع الارتفاع الحالي سيتم تغييره في موازنة العام الحالي، مرجحة أن يكون بسعر 50 دولارا للبرميل. وأضافت أن الهدف من اعتماد هذا السعر هو عدم حصول عجز في الموازنة، لذلك فإن سعر 50 دولار للبرميل هو معدل وسط في ظل عدم ثبات الأسعار.